السلام عليكم، يعطيكم العافية. وهذا الموتر الجديد الله يعطينا خيره ويكفينا شره. دعواتكم لنا وعسى الله يعطيكم الصحة والعافية وتشترون وتاخذون الأشياء اللي تبونها. البي ام دبليو الار 90. ليش البي ام دبليو والار 90؟ من وجهة نظري أفضل براند أو شركة تصنع بايكات أو على قولتهم في الكويت سياكل هي الشركة الخطيرة هذه البي ام دبليو. متعة قيادة، تحس البايك خفيف جدا وممتع ويعيش معك سنين وعمر طويل. طيب ليش الار 90؟ لأن هذا النسخة هي الاحتفال البي ام تقريبا 90 سنة من شغلهم في الموتر بايكس. كلاسيك نفس الوقت فيه بعض القطع اللي رياضية أو خلنا نقول سبورت، يعني المساعدات الأمامية أو المعاونات أو السسبنشن الأمامي، هذا اللي موجود في الار ار 1000 اللي راس براس مع الهايابوسا ولا يزعلون على حقين السوزوكي. بايكات البريمبو، الكفرات التوايل حقتها بيس، المكينة البوكسرز، البايك تحسه خفيف جدا. يعني أنا باختصار إن شاء الله بحاول أسوي حلقة تفصيلية للبايك من الألف للياء، راح أجربه في الفترات الجاية وأعطيكم عنه تقارير بإذن الله تعالى. بس حبيت إنكم تشاركوني أنا وحبيب القلب أبو خليل من خلف الميكروفون أو من خلف الكاميرا. لا ما أقدر صراحة أوصف لكم يعني المتعة اللي أنا أواصل فيها الآن. الحمد لله عسى الله يتمم علينا بخير إن أخذت البايك اللي فعلا هذا افتخر انه ينضم الى السيارات اللي موجوده عندي. يعطيكم العافيه، اتمنى الحلقه هذه تكون خفيفه ولطيفه، ودعواتكم لنا بالتوفيق، وان شاء الله نحاول نفيدكم في المرات الجايه على البايكات. ندخل بما ان دخلنا الريسنج والسبورت والسوبر سبورت واللكجري كارز، ان شاء الله بنحاول ندخل البايكات، وطبعا هذا بناء على طلب المتابعين. فمان الله، ولا تنسون اشتراك سبسكرايب لايك ومشاركة الحلقة للناس اللي يعزون عليكم واللي بدهم يشترون بايك ومهم دارين. وفمان الله.